أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفزاف اليوم الجمعة أن كل الملاعب المبرمجة لاحتضان كأس إفريقيا للمحليين الشام ستكون جاهزة 100% قبل 31 ديسمبر 2022 وأضاف أن كل الملاعب المبرمجة لدورة الشان ستكون جاهزة وهي كتالي وهران بالراقي ملعب قسنطينة ملعب خمسة جويلية وملعب عنابة دورة الشان مكنتنا من استرجاع تسع ملاعب جوارية للتدريب على حسب قول جهيد زفزاف كما أضاف أن قرعة الشان ستجرى يوم 1 أكتوبر في أوبرا الجزائر بأولاد فيت بالتوفيق للمنتخب الجزائري